طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت اخذنا الميكروفون والريسيفر. احنا قلنا السماعة داخلها صوت انالوج او كونتينيوس، بعد كده بيتحول جوه السماعة عن طريق الميكروفون لإلكتريكال كارنت، والسماعة بتتعامل مع الإلكتريكال كارنت ده ويخرج اكوستيك تاني علشان العيان يسمعه. فالميكروفون عكس الريسيفر كترانسديوسر، اللي اتقال هنا عكس اللي اتقال هنا كبروسيسنج للسيجنال. يعني ما بين الاثنين بيحصل موديفيكيشن للصوت ده عشان نكبره، عشان العيان يقدر يسمعه، عشان نعوض الضعف اللي موجود عند العيان. طيب، بقيه الكومبوننت اللي جوه السماعه ما بين الميكروفون والريسيفر، عندنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، وعندنا الامبليفاير والفلتر، ولو في كنترولز والحاجات الادفانسد اللي بتبقى في السماعات. طيب، الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، السماعه ازاي بتحول الصوت بتاعنا؟ بتحول الالكتريكال كارنت بقى، يعني خلاص هي الصوت بتاعنا دخلها على الميكروفون، اتحول الالكتريكال كارنت. الالكتريكال كارنت ده بيتحول من انالوج تو ديجيتال كونفرتر. طيب، الادفانتج بتاع الديجيتال تكنولوجي دي ايه؟ ان هي اقل في النويز، ان هي بتخلينا نقدر نعمل مور كومبلكس اوبريشن جوه السماعه، بحيث نعمل فاين تيونينج وموديفيكيشن للصوت ده او للكارنت ده. انها بتخلينا نستهلك ليتل باور كونسامبشن. يبقى ايه هي ميزة؟ تمام، ايه هي ميزة الديجيتال تكنولوجي؟ ان احنا بنوفر الطاقة، بنوفر الباور البدري، بنحسن بنقلل النويز، وبنقدر نعمل بيها كومبلكس اوبريشن. طيب، الانالوج تو ديجيتال كونفرتر بيغير لنا الانالوج الكتريكال كارنت لنمبرز، وبحيث السماعة زي الكمبيوتر هتتعامل مع النمبرز دي كماثيماتيكال بروسيس. طيب، احنا الانالوج ده هنحوله لنمبرز ازاي؟ ان احنا بناخد عينة من الويف بتاع الانالوج الكتريكال كارنت، ناخد فيه سامبلينج بوينت، فعند مناطق محددة نقدر ناخد فيها سامبلينج، السامبلز دي تتحول لارقام. يبقى اول حاجة السامبلينج هي الفيرست ستيب ان ذيس بروسيس. طيب، هناخد سامبلز على اي اساس؟ على اساس ان احنا اعلى تردد في الانالوج الكتريكال كارنت ده، اعلى تردد فيه هنشوفه هو ايه، زي مثلا 5000 هرتز، يبقى او 5000 هرتز، هناخد ضعفه. ضعفه ده يبقى 10000. يبقى احنا في الثانيه الواحده ناخد 10000 سامبل، نحط دوتس على الانالوج ويف او على الساين ويف. اللي هي دي نبدأ نحط دوتس عليها، بحيث في الثانية الواحدة يتاخد 10000 سامبل. ال 10000 سامبل دي هي الديجيتال ريبريزنتيشن اوف انالوج ويف. يبقى أول حاجة إن احنا نعمل سامبلينج للويف اللي داخلالنا. السامبلينج دي بتتاخد عن طريق حاجة اسمها نيكست سامبلينج ثيورم. النيكست سامبلينج ثيورم دي الطريقة أو المانوفرز اللي بياخدوا بيها عينة من الصوت. Sampling rate should be at least twice maximum frequency component of signal of interest. يبقى أعلى frequency داخل لنا طالع من الميكروفون في الانالوج electrical current ده هناخد ضعفه. The maximum frequency of input signal should be less than or equal to half of sampling rate. يعني لو الهيرنج ايد داخل لها up to 10000 كيلو 10 كيلو هرتز او 10000 هرتز، يبقى السامبلنج فريكوانسي 20000. 20000 يبقى في الثانيه الواحده يتاخد 20000 عينه او 20000 سامبلنج بوينت. بمعنى ان احنا هناخد نقطه كل 50 ملي سكند، نعلم على الويف دي نقطه كل 50 ملي سكند، وهي دي اللي هتتحول لارقام. اي فريكوانسي اعلى من نيكست فريكوانسي هتتلغى، او عشان تتلغى، او ليه هم لغوا الفريكوانسي اللي اعلى من السامبلنج فريكوانسي دي؟ عشان لقوا ان الفريكوانسي اللي اعلى من كده احنا ما قلناش للكمبيوتر ده انه ياخد منها سامبلنج، فهتعمل لنا نويز، هتعمل حاجه اسمها اليازنج او ايرنس ريزلت، هتعمل نويز جوه السماعه. فعشان افويد النويز دي نعمل حاجه اسمها انتي اليازنج فلتر. الانتي اليازنج فلتر ده عباره عن لو باس فلتر. لو باس هناخدها في الفلتر، يعني ايه لو باس؟ يعني بيعدي اللي اقل من القيمه اللي احنا هنحددها. يبقى انا قلت له 10000، فهيعدي ما هو اقل من 10000 هرتز، واللي فوق ال 10000 هعمل له كات. يبقى الانتي اليسنج فلتر لو باس فلتر
بيعدي اللو فريكوانسي واتنيويت الهاير فريكوانسي، بيتضاف للانالوج تو ديجيتال كونفرتر سيركت، بيعمل اتنيويشن للهاير فريكوانسي، وبالتالي يمنع الاليسنج او الشوشره او الديستورشن اللي هيحصل جوه السماعه نتيجه للفريكوانسيز اللي اعلى من النكست النكست فريكوانسي اللي انا حددتها. Prevent aliasing component from being sampled because at this stage before the sampler the analog to digital converter you are still in analog world. وبالتالي الفلتر ده analog type، يبقى الانتي aliasing filter ده analog type. تمام كده، يبقى احنا داخل لنا electrical current من الميكروفون، electrical current ده عايزين نحوله لديجيتال ديجيتال سامبل او ديجيتال طيب علشان نتعامل معاه بطريقه اسهل ونقدر نعمل له موديفيكيشن جوه السماعه بطريقه اسهل زي الكمبيوتر. فهنحوله ازاي؟ عن طريق سامبلينج. السامبلينج ده الاساس بتاعه ايه؟ عن طريق ان احنا بنحدد اعلى تردد فيه وضعفه، يبقى هناخد نقطه كل الرقم اللي احنا حددناه. طيب في حاجه اسمها كوانتايزيشن ايرور. ايه هو الكوانتايزيشن ايرور؟ هو احنا خدنا نقطه على الساين ويف اللي عندنا كل 50 ملي ثانية. النقطة دي الديجيتال ريبريزنتيشن اوف انالوج كارنت. ما بين النقطتين ده ما اتاخدش منه سامبل، والسماعة بتوصلهم بإيميجينري لاين، يبقى لاين كأنه مش موجود، فما بينهم ما اتاخدش منه سامبل. فاللي ما بينهم ده بيعمل حاجة اسمها كوانتايزيشن ايرور. يبقى كوانتايزيشن ايرور ده الفرق ما بين الكونتينيوس انالوج والستيبد ديجيتال. يبقى error result from trying to represent continuous analog signal into discrete stepped digital data. Problem arise when the analog value being sampled fall between two digital steps. يبقى احنا عندنا sine wave بتبقى smooth sine wave، انما الديجيتال نقط ومتوصلة، فما بتبقاش بالسموث بتاع الانالوج. فالفرق ما بين النقطتين الحتة اللي ما اتخدش فيها sample هي دي اللي بتعمل الايرور. كل ما الفرق ده اقل كل ما كان الايرور اقل، كل ما كان النويز في السماعه اقل. يبقى in other words quantization error is a difference between continuous analog and stair step digital representation. For sine wave quantization error will appear as extra harmonic in the signal as wide band noise اسمها quantization noise. يبقى الفرق ما بين الاثنين بيعمل نويز اسمها quantization noise. يبقى الايرور هو الفرق ما بين الاثنين، واللي بينتج عنها نويز اسمها كوانتايزيشن نويز. ايه اللي بيأثر على الايرور او النويز اللي بتحصل؟ اول حاجه الدايناميك رينج بتاع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر والنمبر اوف بيتس اوف انالوج تو ديجيتال كونفرتر. يبقى عدد النقط اللي احنا بنحطها، كل ما كان الفرق ما بين النقطه والنقطه واسع كل ما كان الايرور اعلى كل ما كان النويز اعلى. كل ما ضيقنا المسافه ما بين الاثنين سامبل يبقى احنا فرصه ان السماعه تعوض الفرق ده ما بينهم اقل، فبالتالي يقل النويز تقل الايرور. والديناميك رينج بتاع السماعه كل ما كان ديناميك رينج اوف انالوج تو ديجيتال كونفرتر از ذا لارجست فولتج ذات كان بي اكوريتلي ديجيتايزد. يبقى هي اعلى فولتج السماعه بتقدر تعمل له ديجيتاليزيشن. طيب ايه الحل بتاع النويز اللي بتحصل؟ اول حاجه ان احنا نزود عدد البيتس، فنزود السامبلنج، فتقدر السماعه تقلل الايرور او النويز اللي ناتجه ما بين كل نقطه ونقطه. تاني حاجه ريديوس الانالوج تو ديجيتال كونفرتر فولتج رينج. تالت حاجه في الاجهزه بقى مش في السماعات، احنا عندنا الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده موجود في السماعات وموجود في الاجهزه زي الاي بي ار. فاحنا بالنسبه للاجهزه بيزودوا حاجه اسمها بايو امبليفاير جين. نزود البايو امبليفاير جين فنحسن الايرور والنويز اللي موجوده، لان برضو الاجهزه دي فيها انالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي احنا اللي بيطلع لنا الفاينل ويف اللي قدامنا في الاخر. طيب يبقى احنا كده الانالوج تو ديجيتال كونفرتر قلنا بتتاخد ازاي السامبلنج والكوانتايزيشن ايرور اند كوانتايزيشن نويز والانتي اليسنج فلتر. طيب الايديال انتي اليسنج فلتر باس اول ابروبريت انبوت فريكوانسي اقل من الفريكوانسي اللي احنا حددناها. احنا قلنا له الكات بتاعك 10000، يبقى المفروض كل ما هو اقل من 10000 يعدي وكل ما هو اعلى من 10000 يعمل له اتنيويشن. فالمفروض الايديال يبقى شكل الشكل ده.
بس actually مش ده اللي بيحصل. الشارب كات دي مش بتحصل، بيحصل gradual attenuation. فالgradual attenuation ده بيدينا حاجة اسمها transition zone أو transition band، اللي هو احنا المفروض قطعنا هنا، بس على بال ما بيحصل attenuation ونوصل للزيرو بيبقى فيه range of frequency still موجودة معانا احنا مش عايزينها، اللي هي الجزء ده اللي حصل فيه الgradual attenuation ده. فبالتالي يبقى الأفضل ان احنا مش نعمل ضعف أعلى frequency، الأفضل ان احنا نعمل الفلتر 4 أضعاف أعلى frequency. يبقى الـ ideal anti-aliasing filter pass all appropriate input frequency below F1 و cut off لكل frequency الأعلى منها. بس ده مش موجود في الحقيقة، فبالتالي بيحصل حاجة اسمها transition band نتيجة للـ attenuation تعمل noise في السماعة. طيب الحل بتاعها ايه؟ ان احنا in practice sampling frequency should be greater than 2 times highest frequency in transition band. So more than 2 times the maximum input frequency. That is one reason why you may see that sampling rate is more than twice maximum input frequency. يبقى احنا عندنا بدل ما هناخد ان هو نعمل عند F1 نخلي الفلتر اعلى من ضعف F1. وفي ناس قالت 4 أضعاف. مهم ان احنا نبعد عن F1، مش نعملها مش اعلى frequency نحددها بالظبط، لازم تبقى اعلى منها الفلتر علشان نتجاوز منطقة الترانزيشن باند دي والنويز اللي بتحصل بسببه. To avoid aliasing, it is wise to sample at 2 times next rate أو 4 times highest frequency. يبقى احنا الهايست frequency 10,000، هناخد 40,000، نعمل الكات frequency بتاعنا 40,000. كده عملنا السامبلينج، يبقى الويف فورم هنا بقت عندنا نمبرز أو كود. The sampled waveform has now been digitized. ديجيتايزد ازاي؟ احنا عندنا البيناري نمبرز بتاعنا من 0 ل 10، دي 10 ارقام، انما في الكمبيوتر بنستعمل البيت سيستم او البيناري سيستم اللي هو 0 و 1. يبقى الديسيمال سيستم بتاع النمبر سيستم بتاعنا العادي ده من 0 ل 10، انما البيناري سيستم جوه الكمبيوتر وجوه السماعات بيستعمل 0 و 1، بحيث اي رقم عندنا زي المعادله اللي تحت دي، اي رقم عندنا بنعمل له كود بصفر وواحد بطريقه معينه يقدر الجهاز يقراها، بحيث لما نرجعه تاني الانالوج يجيبه صح، يعني هيعمل الكونفرجن صح. فبيحول اي مجموعه ارقام عندنا لكود، الكود ده متكون من صفر وواحد بس. طيب احنا عندنا في الساين ويف جزء فوق البيز لاين ده بيبقى ايجاب موجب، والجزء تحت اللي هو بيبقى نيجاتيف. طب السيستم هيعرف ده كان فين ازاي؟ بيقول لك اول رقم فيه بيدل على التشارجنج بتاعه. يبقى each of these binary places is referred as bit and hence ده كود لحاجه، ده كود لسبعه binary numbers. The word bit is contraction of the word binary digits between because we need to convey negative and positive number. عندنا wave فوق wave تحت، فقال لك اول حاجه ال first bit represent the sign of the number، هي اللي هتقول لنا الإشارة الموجة دي كانت فوق إيجابية ولا كانت تحت نيجاتيف. زي دي، ده فوق يبقى ده بوزيتيف وده تحت يبقى نيجاتيف. والسيستم بيحدد بيعمل الكود بحيث بعد كده ما يحصل كونفرجن يرجع البوزيتيف بوزيتيف والنيجاتيف نيجاتيف. طيب احنا ليه بنحولها انتو بيتس؟ اول حاجه لان ده بقى هو السيستم بتاع الكمبيوترز، فاحنا نقدر نخلي السماعه تعمل مور كومبلكس اوبريشن. ثالث حاجه ان احنا نقدر نعمل له ستورج وما يحصلوش اي كوربشن. ثالث حاجه ان احنا بنفاسيليتيت النويز ريدكشن. رابع حاجه ان احنا وان ساوند هاز بين ريبريزنتد اس سيريز اوف نمبر وي كان موديفاي ساوند كاريثماتيك ويز نمبرز، يعني بنتعامل معاه كعمليه حسابيه فبيبقى سهل التعامل معاه والموديفيكيشن ان احنا نكبره او نعمل له فاين تيوننج. يبقى احنا ليه بنعمل كل البروسيس دي؟ علشان نقدر نتحكم في الصوت اللي معانا او في الالكتريكال كارنت اللي معانا ونقدر نعمل له موديفيكيشن زي ما احنا عايزين. بس انواع الديجيتال سيجنال بروسيسورز نوعين، هارد وايرد واريثماتيك ديجيتال بروسيسنج. الهارد وايرد دي حاجه زي ما اتعملت زي ما هتفضل، ما بنقدرش نعمل عليها موديفيكيشن، انما الجنرال اريثماتيك دي حاجه زي السوفت وير ممكن نعمل لها ابديت. يبقى الهارد وايرد in which different part of processor
perform some specific function. These blocks are connected together in fixed order. ما نقدرش نعمل عليها modification. زي الهارد درايف بتاع الكمبيوتر. هو جاي لنا 500 جيجا هيفضل 500 جيجا. على عكس الجنرال ارثماتيك ديجيتال بروسيسور دي بتبقى فيها زي السوفت وير نقدر نعمل له ابديت ونقدر نعمل له موديفيكيشن. فهي نفس الفكره الهارد وير زي الهارد درايف والجنرال ارثماتيك زي السوفت وير. الادفانتج بتاعها طبعا الجنرال ارثماتيك ان احنا نقدر نعمل لها ابديت زي النيو سوفت وير. نقدر نعمل لها جنرال ارثماتيك بروسيسور هيرنج ايد ار sometimes described as open platform because it is open to people rather than to an integrated circuit manufacturer to write software that will run on integrated circuit. ما علينا مش مشكلة. يبقى الجنرال ارزماتيك دي ميزتها ان احنا بنقدر نتعامل معاها بسهولة اكتر من الهارد درايف او الهارد وايرد. طيب السيجنال ديلي ايه عيب الموضوع ده او عيب البروسيسنج الكتير اللي جوه السماعه ان هو بينتج عنه حاجه اسمها سيجنال ديلي. على بال ما السيجنال يدخل السماعه ويتحول بالمايكروفون لالكتريكال كارنت وبعدين نعمل عليه موديفيكيشن ده المفروض يحصل في زمن معين ما ياثرش على كفاءه الصوت وكفاءه السماعه وفي نفس الوقت يبقى العيان شايف اللي قدامه بيتكلم في نفس الوقت ما يحصلش ديلي ما يبقاش فيه ديسكريبنسي او فرق ما بين اللي هو سامعه وحركه شفايف اللي قدامه. فالمفروض كل ده يحصل في زمن معين العيان ما يلاحظوش. فكل ما يزيد الكومبلكسيتي بتاع البروسيسنج دي ممكن يحصل ديلي اكتر. فبيقول ديلي اوف 5 مللي سكند ل 10 مللي سكند اكسبتبل. انما الديلي بيوند من 10 ل 20 الكواليتي هتقل بس توليرابل يعني يقدر العيان يتاقلم معاه او المخ يقدر يعمل له توليريشن يعني. سم فلترنج ميثود ديلي لو فريكوانسي ساوند تو جريتر اكستنت ذان هاي فريكوانسي ساوند. يبقى لو في فرق في البروسيسنج بتاع اللو فريكوانسي عن الهاي فريكوانسي ده اسمه ديفرنشال ديلي. في جزء حصل له بروسيسنج في وقته وفي جزء اتاخر. الفرق ما بين اللو فريكوانسي بروسيسنج والهاي فريكوانسي بروسيسنج اكتر من 5 مللي سكند كود بي ديتكتد وبيعمل مشكله بيقلل الانتليجيبيليتي. تمام كده. يبقى لما اللو فريكوانسي بروسيسنج يتاخر عن الهاي فريكوانسي بروسيسنج ب 5 مللي سكند كان بي ديتكتد delay around 10 ملي سكند disturbing اكتر من 15 بيأثر على intelligibility. اكتر من 40 ملي سكند ده طبعا يعمل مشكله اصلا في الفيجوال في السينكرونايزيشن ما بين السماع والفيجن. فيبقى زي ما قلنا العيان بيتكلم او اللي قدامي بيتكلم وانا سامعاه متاخر فيحصل delay فيحصل مشكله. فيبقى حتى الليب ريدر هيحصل لهم مشكله في الموضوع ده. تمام كده. يبقى احنا حولنا الصوت انالوج تو ديجيتال وعملنا له بروسيسنج. دلوقتي هنحوله من ديجيتال تو انالوج. After digital signal processor has altered the sound, the modified number must be converted into acoustic signal. الconversion دي وظيفة الديجيتال تو انالوج. عكس بقى احنا خدنا انالوج تو ديجيتال يبقى هنا هنعمل ديجيتال تو انالوج كونفرتر. وده بيبقى موجود في الريسيفر. عشان نقلل الباور كونسامبشن ديجيتال هيرنج ايد يوز ديفرنت سوليوشن ذا مالتيبل بيتس ذات كومبرايز ايتش سامبل ار كونفرتد انتو سنجل بيت. يبقى احنا عندنا دلوقتي الكود اللي احنا قلناه قبل كده السبع ارقام اللي هي 1001 مش عارفه ايه. الكود ده كله بيتحول بيتجمع كسنجل بيت والحاجه اسمها ديجيتال تو ديجيتال كونفرتر وبعد كده السماعه تتعامل معاه وتحوله الانالوج. High speed serial output from this converter fed to receiver which average out the high speed variation in digital signal to produce a smooth analog signal. Digital to digital converter and the receiver combine to make digital to analog converter. يبقى احنا عندنا يا اما directly يتحول ل digital من digital to analog يا اما يتحول digital to digital ويعمله in single bit ويروح على الريسيفر والريسيفر مع الديجيتال تو انالوج يحوله لانالوج فاينل ساوند ويف او الكتريكال ويف. يبقى احنا كده عندنا يا اما ديجيتال تو انالوج يا اما ديجيتال تو ديجيتال وبعدين ديجيتال تو انالوج. طيب specifications affect sound quality that hearing aid provide. اللي بيأثر لنا على الساوند كواليتي اللي طالع من السماعه الانستراكشنز بير سكند. السماعه دي بتعمل كام عمليه في الثانيه.
Digital processors are characterized by number of instructions or operations that can be done in second. يعني البروسيسور for example may be able to do 40 million instructions per second. كل ما تزيد عدد الـ number of instructions per second كل ما كان الـ current consumption أعلى، كل ما كانت الـ battery life أقل. يبقى دي أول حاجة تأثر لنا على كفاءة السماعة وعلى نحدد بيها السماعة مدى كفاءتها إيه. تاني حاجة الـ sampling rate، كل ما كان الـ sampling rate أكتر قلنا هيقلل الـ quantization error noise، بس برضو زيادته عن اللزوم ده هيتستهلك وقت أكتر فهيزود احتمالية الـ delay. Number of bits, the greater number of bits, the greater number of analog voltage level that we can represent. وهنتكلم في النقطة دي لما نتكلم عن number of bits، هنتكلم على quantization error and noise. The current consumption اللي هي battery life بتعتمد على the instruction rate، بتعتمد على the voltage at which integrated circuit operate and technology used to make integrated circuit. يبقى الدائره الكهربائيه او الجزء اللي جوه السماعه بيعمل بروسيسنج، ده اللي بيحدد لنا الكرنت كونسامبشن والباتري لايف. كل ما كانت السماعه فيها مور كومبلكس اوبريشنز او بروسيسنج كل ما كان الباتري لايف اقل. خامس حاجه تاثر لنا على الكواليتي اوف ساوند اللي خارج من السماعه البروسيسنج ديلي، زي ما قلنا من شويه على حسب الديلي بيتحدد الديستربنس او الانتليجيبيليتي هتتاثر ولا لا. Will hearing aid physical size affected by transducer size and size of integrated circuit. طيب digital versus analog hearing aid. Digital hearing aid require less power and volume than analog hearing aid performing operation of similar complexity. يبقى لو قلنا على السماعتين هيعملوا نفس البروسيسنج فرضا، يعني هنقدر نخلي الانالوج تعمل نفس البروسيسنج، يبقى الانالوج حجمها هيكبر والباور كونسامبشن هيزيد، بس هو اكشوالي هيبقى صعب. هي الديجيتال داخله في سكه ثانيه والكمبيوتر والكلام ده. The only significant disadvantage of digital hearing aid موضوع الديلي لو حصل. ده كده بالنسبه للديجيتال سيركت او الديجيتال تو انالوج، انالوج تو ديجيتال كونفرتر. طيب الفلتر، بالنسبه للفلترز احنا زي ما قلنا الايديال مايكروفون هو اللي داخله لازم يكون خارج منه، فنسبه اللي داخل اللي خارج كل ما زادت كل ما كان الميكروفون ده ايديال. نفس الحكايه في الفلتر، الايديال فلتر allow all desired frequency to pass، اللي احنا محددين انه يعدي هيعدي، واللي احنا محددين وما يعديش يحصل له attenuation او rejection. يبقى الايديال فلتر allow all desired frequencies to pass reject all unwanted frequency. ايه الانواع المختلفه للفلتر؟ منها الاكوستيك اللي يخصنا، وفي اوبتيكال فلتر، وفي ميكانيكال فلتر، وفي الكترونيك فلترز. الفلتر باندويث هي الرينج اوف فريكوانسي ذات ويل بي ترانسميتد. يبقى دي انواع الفلترز او المقدمه بتاع الفلترز. الاكوستيك فلترز انيبل هيرنج ايد تو هاف ديفرنت امبليفيكيشن كاركترستكس ان ديفرنت فريكوانسي ريجون، بيقسم لنا الصوت اللي داخل لمجالات او باندز او تشانلز، فبيقسمها لنا كده ونقدر نتعامل مع كل تشانل سيبريتلي. ايه انواع الفلترز اللي عندنا؟ عندنا الهاي باس فلتر، من اسمه هاي باس يبقى اللي فوق التردد اللي احنا محددينه هيعدي، يبقى provide more gain to high frequency sound than low frequency sound. لو باس اللي اقل من اللي احنا محددينه هيعدي، واللي فوق يحصل له attenuation، يبقى more gain to low frequency than high frequency. band pass احنا محددين band معينه تعدي وما قبلها وما بعدها يحصل له attenuation. band stop محددين band معينه ما تعديش واللي قبلها واللي بعدها يعدي، provide less gain within restricted range frequency than others. notch frequency محددين frequency واحده يحصل عندها cut زي ال 50 هرتز اللي في الاي بي ار. احنا الاي بي ار بيبقى فيه الريجكشن فلتر او النوتش فلتر ده علشان يشيل لنا ال 50 هرتز بتاع النور وبتاع اللايت اللي موجود حوالينا، فده اسمه نوتش فلتر. كومب فلتر مالتيبل نوتش فلتر، يبقى ترددات معينه متحدده مش باند على بعضها. في فاريبل فلتر اللي هو الادابتيف فلتر اللي هو بيغير السنتر فريكوانسي بتاعه،
ده هناخده ان شاء الله في الاي جي سي وفي الجزء بتاع الكومبريشن. فلتر ان ويتش سنتر فريكوانسي ماي بي فاريد اوفر رينج which is the opposite of constant bandwidth filter. يبقى constant filter filter متحدد ما بيتغيرش. adaptive filter الـ center frequency بتاعته تتغير. طيب ايه الـ methods بتاع الـ filtering؟ عندنا نوعين finite impulse response و infinite impulse response. finite يعني له نهاية. الـ output sample is calculated by adding fraction of current input sample. يعني احنا عندنا الـ diagram بتاعه اهو، ده الصوت داخل وده الـ filter، 90% من الصوت هيعدي من الفلتر ويعمل اللي احنا عايزينه، وجزء 1% او جزء صغير مش هيعدي، ونقارن اللي خارج من الفلتر بيه ونضيفهم على بعض. ده حاجه زي ريفرنس بيرجع لنا، يعني زي ريفرنس بنقدر نقارن اللي بعد باللي قبل بحيث نشوف كفاءه الفلتر دي. ده فينت امبلس ريسبونس. اوتبوت سامبل از كالكوليتد باي ادينج فراكشن اوف كرنت انبوت سامبل تو سيتابل فراكشن اوف ايتش اوف ذا بريفيوس ان سامبل where n is the length of the filter. Called so because once the input، لو الانبوت ده وقف كل البروسيس دي هتقف. يبقى احنا لو حصل هنا cut كل ما بعدها هيقف، عكس الانفينيت. الانفينيت بيجي السامبل من الاوتبوت يرجع ورا تاني، فلو الانبوت وقف لا هيفضل السيركت شغال لفتره. يبقى الفينيت جزء من الانبوت بيعدي ما بيعديش على الفلتر، والجزء الاكبر بيعدي جوه الفلتر. Output sample is calculated by adding a fraction of current input sample to suitable fractions of each of previous n samples. The infinite, the output هنا احنا هنا. The output sample at given time is also made to depend on output samples at previous time. هنا على الانبوت، هنا على الاوتبوت. هنا الصوت داخل ومن اللي خارج ده راجع تاني، فبالتالي الرجوع تاني ده يعمل infinite circle. يبقى الـ output sample at given time is also made to depend on output samples at previous time. يبقى احنا خلاص الصوت خرج من الفلتر، هناخد منه جزء ونرجعه تاني، فده بيعمل infinite circle أو infinite cycle. Each input signal will therefore have effect on output that theoretically lasts forever. يعني هي theoretically هيقول لك هتستمر على أساس هو معتمد على الأوتبوت اللي قبله، بس هو actually هيقعد فترة وبعدين يقف، بس هو لو قفلت الانبوت هيفضل شغال لفترة من الأوتبوت اللي قبله. Advantage are that complex filter shape can be generated within fewer computation and generally cause less delay to signal. The disadvantage ممكن يخليه unstable and oscillate or يعمل alteration في signal in unwanted ways. لو حصل ال computation أو الرجوع ده مش precise، مش دقيق. يبقى infinite السامبل بتاعه معتمد على جزء من الانبوت، ال infinite السامبل بتاعه معتمد على جزء من ال previous output. ال filter structure نوعين، serial و parallel، والتالت بتاعنا سيريال بارلل اللي هو كومبايند. السيريال حاجات ورا بعضها مترتبه على التوالي، البارلل حاجات على التوازي بيحصلوا في نفس الوقت. يبقى السيريال الصوت دخل على لو باس فلتر خرج منه، دخل على هاي باس فلتر خرج منه، دخل على باند باس فلتر، يبقى بيعدوا ورا بعض زي الفيجر او الدياجرام المحطوط ده، حاجه بتسلم حاجه. انما البارلل بيحصلوا مع بعض زي المالتي تشانل هيرنج ايد. المالتي تشانل عباره عن فلترز الصوت بيخش لها تتقسم في نفس الوقت لباندز مختلفه، وكل تشانل نتعامل معاها بالكمبيوتيشن عن طريق حاجه معينه او عن طريق بروسيسنج معين. يبقى الفلتر ديفايد ساوند انتو ادجيسنت ريجون فريكوانسيز فريكوانسي ريجونز دي ار كولد باندز او تشانلز. ساوند ان ايتش فريكوانسي ريجون كان بي امبليفايد ونتعامل معاه لوحده. يبقى هي فكره المالتي تشانل، ان دخل الصوت دخل على فلتر قسمها للتشانلز متوازيه، نقدر نتعامل مع التشانلز دي كلها في وقت واحد. عيبها when output from all channels recombined يحصل delay ما بين بعض التشانلز، يحصل distortion للصوت. is
السيريال بارالل تكون السماعة فيها النوعين، فيها حاجات على التوالي وحاجات على التوازي. التشانل فيرسس باند، في بعض الشركات بتستعمل اتنين باسم واحد، وفي حاجات تانية لا، التشانل حاجة والباند حاجة. الباند أكتر الصوت بتاع التردد، يعني عندنا باندز اللي هي عندنا اللي هي التريبل والباس واللي هي اللو فريكوانسي، الصوت التخين والصوت الرفيع، إنما التشانلز مقسمين لترددات 250 500 1000 2000، فالتشانلز تقسيم ترددات، إنما الباند تقسيم كواليتي صوت. بس في يعني في بعض الكتب وبعض الشركات بتستعمل اتنين بمعنى واحد، زي بالظبط البرامج بتاع الميوزك، بتلاقي شانلز كده تقعدي تلعبي فيها، نغير الكواليتي بتاع الصوت نفسها، هي نفس الفكرة دي باندز، انما ان احنا 250 500 1000 2000 دي شانلز. كده ده الفلتر.